وبعد تعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في خلفية وفاة ولي عنابة، خرجت أحزاب السلطة عن صمتها واصفة إياه المطالبة بالاستثمار السياسي السيء. المزيد من التفاصيل في تقرير سيد أحمد هديبل. لا تزال قضية وفاة ولي عنابة محمد منيب صندي تصنع الحدث في الوسط السياسي، حيث وصفت أحزاب الموالاة المطالبة بفتح تحقيق في خلفية الوفاة بالاستثمار السياسي السيء. لما نقرا البيانات الاخرى تاع المعارضه كانوا يتكلموا، كيفاش كانوا يتكلموا على الولات عندها برك 6 شهور؟ كانوا يتكلموا عليهم باللي نستعرشوه وهم كلهم مزورين، كانوا غادي يتكلموا عليهم. ومن بعد السي صندي ضربي رحمه صبح مخلص، رجل مخلص، رجل وطني، يعني في البلاد هذه ما نعترف بواحد حتى كيموت برك. مطالبة أحزاب المعارضة بإعادة التحقيق حول وفاة ولي عنابة على غرار جيل جديد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة إلى جانب حزب العمال يرجعها محللون إلى الإفلاس السياسي للمعارضة. هذه أنها تمثل نوع من الخساسة السياسية وغياب لمشروع في السياسة، وأيضا في اعتقادي تمثل غياب المفاهيم التي تؤهل الناس للعمل السياسي. رقعة المطالبين بفتح تحقيق في وفاة ولي عنابة تزداد اتساعا يوما بعد يوم، لكن أحزاب الموالاة تراه أنه من غير الأخلاق الاستثمار في الأموات.